بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأدلة التي ساقها القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن إخلاص العبادة لله الواحد القهار، هذا الإخلاص هو الوظيفة والرسالة التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. وقلنا إن القرآن الكريم عندما يسوق حقيقة من الحقائق يقيم الأدلة المتنوعة عليها. عندما تحدث القرآن الكريم عن وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل ساق أدلة متعددة ومتنوعة، عن طريق ضرب الأمثال، عن طريق التنفير من الشرك. نراه أيضا يسوق لنا الأدلة التي تخاطب العقول وترضي المشاعر، فيأمرنا أن ننظر في هذا الكون وأن نتدبر وأن ننتهي من هذا النظر إلى أن نزداد إيمانا على إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى. في مطلع سورة الملك نجد الأدلة على وحدانية الله عن طريق المشاهدة: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى في خلق الرحمن من اضطراب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا المعنى نراه بصورة أكثر وأكثر في سورة ياسين على سبيل المثال، في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هل رأيت أدلة فيها ما فيها من الإقناع كهذه الأدلة عن طريق المشاهدة؟ ارجع البصر هل ترى من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، أي مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، كليل متعب. لكن هل اكتفى القرآن بكل هذا؟ لا، تارة نجد أدلة عن طريق المنطق، عن طريق المنطق فيبين لنا بأنه لو وجد شريك مع الخالق عز وجل لاضطرب هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي آية أخرى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. في آية ثالثة: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تارة
نجد القرآن الكريم وهو يقيم الأدلة على وحدانية الله عز وجل لا يكتفي بكل ذلك، بل يأتي بأسلوب المقارنة، أسلوب التحدي. على سبيل المثال، اقرأ سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، لما فيها من نعم كثيرة، نعم الله في خلق الإنسان، في خلق الجبال، في خلق البحار، في خلق الأنهار، في خلق الأشجار، في خلق الحيوان، نعم متعددة. ثم نجد بعد أن يذكر الخالق عز وجل عشرات النعم ماذا يقول؟ يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق هذه الكائنات التي ذكرنا لكم بعضها، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في سورة لقمان أيضا بعد أن يذكر القرآن الكريم ألوانا من نعم الله على عباده، يقول على سبيل التحدي: هذا خلق الله، أي هذه المخلوقات هي مما أوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته النافذة، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه. بعد ذلك نجد القرآن يسلك طريقا آخر في إقامة الأدلة على وحدانية الله عز وجل، تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجج والأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعبد سوى خالقه عز وجل، وأن عليه أن يأمر الناس بذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي آية أخرى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. سورة بأكملها نجد فيها هذا التلقين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونجد السورة التي نحفظها جميعا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن عبادة الله عز وجل متى اختلطت بالعروق واختلطت بالدماء، ومتى استقرت في النفس الإنسانية، ومتى استكنت في القلب، هذه العبادة أضفت على الإنسان منا نعمة الهدوء ونعمة السعادة ونعمة الرضا ونعمة حب الله سبحانه وتعالى ونعمة الرضا بما يعطيه الخالق عز وجل للإنسان. إذا أعطاه الله نعمة شكر، وإذا أصيب بشيء صبر، والله سبحانه وتعالى هو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهو القائل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أي بالعبادة والطاعة، أذكركم بالرحمة وبالمغفرة وبالأمان وبالرخاء وبالاطمئنان، فاذكروني أذكركم واشكروني
ولا تكفرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.